بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مشاهدين الأكارم ورحمة الله وبركاته. عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وآله قال: ما من الكلام كلمة أحب إلى الله عز وجل من قول لا إله إلا الله، وما من عبد يقول لا إله إلا الله يمد بها صوته فيفرغ إلا تناثرت ذنوبه تحت قدميه كما يتناثر ورق الشجر تحتها. أرحب بكم أجمل ترحيب في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم برنامج التوحيد في نهج البلاغة، وكما تعلمون نتناول فيه كلمات أمير المؤمنين سلام الله عليه في التوحيد. موضوع البحث هو الخطبة الأولى من نهج البلاغة، وضيف البرنامج هو سماحة السيد كمال الحيدري المفكر الإسلامي والأستاذ في الحوزة العلمية، والذي نرحب به في بداية البرنامج. حياكم الله سماحة السيد، وأهلا ومرحبا بكم ضيفا عزيزا على قناتكم قناة المعارف الفضائية. أهلا ومرحبا بكم أيضا مشاهدينا الكرام. نذهب إلى فاصل ونعود إليكم لنبدأ الحوار مع سماحة السيد كمال الحيدري، فانتظرونا. سماحة السيد، وضحتم وبينتم في الحلقة السابقة مراتب التوحيد. المرتبة الأولى كانت مرتبة طبعا عموم الناس، مرتبة ما هم عليه عموم الناس، والمرتبة الثانية هو كثرة الوجود والموجود كما يصطلح عليها، والمرتبة الثالثة هي وحدة الوجود. نعم. أيضا كما يصطلح عليها عند العرفاء. نعم. سماحة السيد، إذا يوجد توضيح آخر لهذه المرتبة الثالثة. نعم. حسن. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قلت في الحلقة السابقة أن نظرية وحدة الوجود المنسوبة إلى المحققين من العرفاء كأمثال الشيخ الأكبر محي الدين ابن عربي والسيد حيدر الآملي وعبد الرزاق الكاشاني والقيصري وجملة من الأعلام المعاصرين، أمثال الشيخ حسن زاده آملي والسيد الطباطبائي والسيد الإمام الخميني قدس الله نفسه جميعا أو قدس الله أنفسهم جميعا. هذه النظرية إخواني الأعزاء أو المشاهد الكريم ينبغي أن يلتفت أنه ليس المقصود منها أنه هناك وجود واحد وهو وجود الحق تعالى، وليس هناك أي نحو آخر من الوجود للممكنات، ليس الأمر كذلك. وإنما هؤلاء يعتقدون كما أن الله سبحانه وتعالى له وجود وتحقق، كذلك لباقي الأشياء أيضا تحققا ووجودا وإنية إن صح التعبير في قبال الماهية، يعني للسماء للسماوات والأراضين والجنة والنار والبرزخ والناس والملائكة والأولياء، كلها حقائق. ولكن الفارق الذي يفرق هذه النظرية، يميز هذه النظرية عن النظرية الثانية التي هي نظرية كثرة الوجود والموجود، هو أن أولئك في النظرية الثانية يعتقدون أن البينونة والعلاقة والتمييز إنما هو على أساس البينونة العزلية، كما في هذا الكتاب عندما هو يتميز عن هذا الكتاب، هذا كتاب وهذا كتاب، كما هو بيني وبين الأخ أبو آمنة، الآن هو وجود وأنا وجود آخر منفصل عنه منعزل ماذا عنه. هل العلاقة بين المخلوقات بين الآيات الإلهية وبين موجد هذه الآيات وبين خالق هذه
مخلوقات، هل العلاقة كالعلاقة بيني وبين الأخ أبو آمنة؟ الجواب تعتقد نظرية وحدة الوجود ليست هذه العلاقة هي العلاقة الحاكمة بين الله وبين ماذا؟ وبين خلقه. وإنما العلاقة والبينونة بينونة صفة لا بينونة ماذا؟ لا بينونة عزلة، كما ورد في كلمات الإمام أمير المؤمنين في الاحتجاج. حتى أقرب، أنا ذكرت مجموعة من الأمثلة باعتبار وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. نعم صحيح. من الأمثلة لعله من أوضح الأمثلة لذلك أيضا المثال الذي أشار إليه الغزالي في كتاب إحياء العلوم. هذا المثال أشار إليه صدر المتألهين في كتابه الأسفار الجزء الثاني في صفحة 402. طبعا عندما أقول في صفحة 402 يعني الفصل 27 من الجزء الثاني من بحوث العلة والمعلول في إثبات التكثر في الحقائق الإمكانية. نعم. في إثبات التكثر في الحقائق الإمكانية يقول في المقدمة، سأقرأ للمشاهد الكريم، يقول: بعض من نظر في كلمات العرفاء الإلهيين ولم يكن متخصصا وواقفا على ما يريدون ماذا اتهمهم؟ قال: اتهمهم حتى أن هؤلاء الناظرين في كلامهم من غير تحصيل مرامهم صرحوا بعدمية الذوات الكريمة القدسية والأشخاص الشريفة الملكوتية كالعقل الأول وسائر الملائكة المقربين وذوات الأنبياء والأولياء والأجرام العظيمة، لأنه قالوا ليس في الوجود إلا ماذا؟ إلا الحق. إذن هذه الأمور كلها صارت ماذا؟ أمور عدمية لا تحقق له. يقول: وهذا جهل منهم، وهذا جهل منهم، العرفاء لا يقولون بمثل هذا الكلام. يقول: ليس معناه ما يفهم منه الجمهور، جمهور الناس يفهمون معنى، ليس هذا هو مقصود من؟ مقصود العرفاء والصوفية، ليس أهل الاختصاص يطالع كتب هؤلاء وهو لا يعرف ما يقولون فيتهمهم هذه الاتهامات. ثم يضرب في المثال هو لطيف، أنا أقرأ المثال للمشاهد. يقول: كمن أراد أن يكون من جملة الشعراء بمجرد تتبع قوانين العروض من غير سليقة على الشعر. الإنسان إذا عرف قوانين العروض يكون شاعرا؟ لا، ليس بضرب. يقول: هؤلاء أرادوا أن يعرفوا حقيقة ما يريده العرفاء بمجرد قرأوا كتبهم. لا، لا يكونوا كذلك. إذن لعد ما هو مقصود هؤلاء؟ يقول: هناك مثال أشار إليه من؟ الغزالي. يقول: وقال في موضع آخر من كتاب الإحياء، يقول: انظر، أنا ما أريد أقرأ النص لأنه طويل، يقول: انظر إلى الإنسان، إذا نظرت أنت إلى زيد أمامك هل هو واحد أو متعدد؟ يقينا أن زيد ما هو؟ واحد. واحد لا يشك أحد أنه لو قال أنا اثنان لا أنت ماذا؟ لاستهزأت به، تقول: كيف تقول أنت اثنين؟ كيف تقول أنت ثلاثة؟ كيف تقول أنت أربعة؟ أنت ماذا؟ واحد. أنت واحد. نعم. ولذا أنت أيضا عندما تعد تقول: هذا واحد، هذا واحد. صحيح. هذا اثنين واحد، هذا واحد، والمجموع عشرة، أليس هكذا؟ ولكن هذه من جهة النظر إلى ذات الإنسان. أما لو نظرت إلى ماذا؟ إلى أعضائه وإلى أجزائه وإلى قلبه وإلى أمعائه وإلى خلاياه وإلى واحد له كثير؟ كثير. إذن هذا الواحد يتشكل من ماذا؟ من كثير، وهذا الكثير ليس هو عين الواحد، هو غيره. فإنه أنت لا تستطيع أن تقول على سبيل المثال من ناحية اللغة العربية، نعم تقول: أنا لي عين، ولكن لا تستطيع أن تقول: أنا العين. تستطيع أن تقول: أنا العين؟ لا. نعم أنت لك ماذا؟ لا، لك عين. نعم. ولكن هذه العين قائمة بك لو منفصلة عنك؟ قائمة. وهذه البينونة الصفة لا بينونة العزل. نعم. أما في بينونة العزلة يقول الوجود منفصل ماذا؟ عن الحق سبحانه وتعالى. صحيح.
فإذا كل هذا العالم فعل الحق سبحانه وتعالى، آثار الحق سبحانه وتعالى، تجليات الحق سبحانه وتعالى، آيات الحق، ولكن مو معناه أنه هي عين الحق سبحانه وتعالى حتى يلزم الحلول أو يلزم شنو؟ الاتحاد. الاتحاد، نعم صحيح. فإذا مع كونها موجودة، مع كونها متحققة ولكن منعزلة عنه أو غير منعزلة عنه، غير منعزلة عنه، مع أنها كثيرة ولكنه منعزل عنه أو غير منعزل عنه، إذا العدل لماذا قال وحدة الوجود؟ وإذا كانت هذه كلها موجودة، يقولون ها باعتبار أنه لا يوجد في الدار وجود قائم بنفسه إلا من؟ إلا هو الحق، وباقي الموجودات قائمة بمن؟ بغيره، قائمة به سبحانه وتعالى، بغيرها وهو الله سبحانه، وهو الحق سبحانه وتعالى. أحسن. ولذا قال أمير المؤمنين سلام الله عليه في الخطبة التي أشرتم إليها في الحلقة السابقة، قال كل قائم في سواه فهو معلول، إلا الحق فهو قائم في سواه، لو في نفسه قائم في نفسه لا في سواه. أنا وأنت قائم ماذا؟ في غيره وهو الحق سبحانه وتعالى. يعني لولا وجود الإنسان، هل معنى للبصر أو لا يوجد معنى للبصر؟ لا معنى للبصر. لولا وجودك هل معنى للجلوس أو لا معنى للجلوس؟ الجلوس صفة، فعل من أفعالك، العلم فعل، صفة من صفاتك. لولا الحق لما كان هناك أي تحقق للممكنات، هذه الممكنات قائمة ماذا؟ به. كما أنه لولا الماء لما كان هناك معنى لاتصاف الماء ماذا؟ بالحرارة. وصف الماء بالحرارة فرع وجود ماذا؟ فرع وجود الماء. ولو لم يكن الماء موجودا لما كانت الحرارة أيضا ماذا؟ موجودة. صحيح. نعم. مشاهدينا الكرام، نذهب إلى فاصل ونعود إليكم، فابقوا معنا. مشاهدينا الأعزاء، نرحب بكم مرة أخرى، ونرحب أيضا بسماحة السيد. اهلا ومرحبا بكم سماحة السيد، اتعبناكم كثيرا سماحة السيد. لا ابدا مولانا، جزاكم الله خير مع المشاهد مولانا. نعم. ومعكم الاخوه الاعزاء، الله يحفظكم ان شاء الله. الله يحفظكم سماحة السيد. اذا يعني تفضلتم بالانتهاء من هذه الموضوع مراتب التوحيد الذاتي، نعم، نسال الان ما هو الفرق بين هذه المراتب التي اشرتم اليها؟ هو بحث اساسي. نعم. وانا اتصور بانه يستحق ايضا نقف عنده فيما يتعلق بالفرق بين هذه الوجوه الثلاثه. بودي أن أشير إلى نكتة عامة، وهي أن كل مرتبة من هذه المراتب إذا قيست إلى ما دونها فهي خالصة، والتي دونها هي مشوبة. يعني إذا نظرنا إلى المرتبة الأولى من التوحيد الذاتي وقسناها إلى المرتبة الثانية من التوحيد الذاتي، تكون المرتبة الأولى مشوبة وتكون المرتبة الثانية ماذا؟ خالصة. فإذا قسنا الثانية إلى الأولى هي أعلى من الأولى، والأولى أدنى من الثانية، وتلك مشوبة وهذه ماذا؟ خالصة. ولكن إذا قسنا المرتبة الثانية إلى المرتبة ماذا؟ الثالثة، تكون الثانية مشوبة إذا قيست إلى الثالثة، وإن كانت هي خالصة بالنسبة إلى الأولى. نعم. يعني إذا أردنا أن نضرب مثال، شوفوا الآن لو أعطي بأيدينا ماء مشوب، مشوب هسه إما بمقدار من التراب، هذا اللي يعبر عنه بالمضاف مثلا في الفقه، مشوب بنحو من الإشابة، من المخلوط به شيء آخر. خب إذا جئنا وصفينا هذا الماء بدرجة 20%، وهي الماء الذي صفي بدرجة 20% هو خالص بالنسبة إلى الذي كان مشوبا، ولكن إذا قيس إلى ماء صفي بدرجة 50% هو يكون خالص لو يكون مشوب، سوف يكون مشوبا. لماذا؟ لأن الذي فوقه خالص بدرجة 50 وهو خالص بدرجة 20، والذي دونه خالص بدرجة 2 أو 1.
إلى أن نأتي إلى الدرجة التي ليس فوقها درجة من ال ها ليس فوقها درجة من الإخلاص والخلوص. ما معنى الخلوص؟ الخلوص يعني أن لا يكون مشوبا، معنى أنه هذا خالص. أنت عندما تقول هذا ماء قراح، يعني ماء ليس مشوب ماذا؟ بأي شيء، مو مشوب بالكافور، مو مشوب بشيء آخر. نعم، خالص. أنا أريد أنه أربط هذا بحثي ببحث ماذا؟ ببحث وكمال توحيده الإخلاص، الإخلاص له. نعم، يتبين أن الإنسان قد يكون موحدا ولكن وصل إلى إخلاص التوحيد أو لم يصل بعد إلى إخلاص التوحيد. لم يصل. هذا معناه أنه توحيده بعد ما هو توحيده مشوب. الذاتي مشوب. مشوب. متى يصل إلى التوحيد الذاتي الخالص؟ إذا وصل إلى المرتبة الثالثة من مراتب التوحيد الذاتي، وهي التي عبرنا عنها بوحدة الوجود. نعم، يعني إذا صارت معرفته في التوحيد هذه الدرجة من المعرفة، فقد بلغ ماذا؟ كمال التوحيد. ولذا الإمام أمير المؤمنين قال وكمال توحيده. أولا في كلامه قال معرفته توحيده، وتوحيده تمييزه ماذا؟ من خلقه. الآن هذا التمييز متى يصل إلى أعلى درجاته؟ ها؟ إذا كان المرتبة الثالثة من التوحيد، فمراتب التوحيد الذاتي أعلى درجاتها ما هي؟ هي المرتبة الثالثة من التوحيد الذاتي. نعم. وما لم يصل الإنسان إلى تلك المرتبة الثالثة فقد وصل إلى الإخلاص في التوحيد، أو لم يصل إلى الإخلاص في التوحيد. لم يصل إلى الإخلاص. نعم. في التوحيد باعتبار كمال التوحيد يلا يصل إلى. أحسنتم، كمال التوحيد والإخلاص. فإذا هو كمال التوحيد المرتبة الثالثة، فما لم يصل إلى المرتبة الثالثة وصل إلى التوحيد، ولكن لم يصل إلى كمال ماذا؟ التوحيد. إلى كمال التوحيد. ولم يصل إلى الإخلاص. ولم يصل إلى الإخلاص الكامل. الإخلاص الكامل. وين كان وصل إلى الإخلاص ماذا؟ المشوب. أضرب مثال فقهي حتى يتضح. أنا أصلي في بيتي، صلاتي مقبولة، ولكن هذه كمال الصلاة؟ لا، إذا صليت في المسجد الجامع فإن الصلاة في المسجد الجامع أفضل من الصلاة أين؟ في البيت. في البيت. إذا قست صلاتي في المسجد الجامع إلى صلاتي في البيت، هذه صلاة ولكنه كمالها أين؟ في المسجد الجامع. هسه لو قسنا الصلاة في المسجد الجامع إلى الصلاة في مسجد رسول الله، نعم. ها، من الواضح كمال الصلاة في مسجد رسول الله. في مسجد رسول الله إذا نعم. قيست إلى الصلاة ماذا؟ في المسجد الجامع. نعم. فإذن ذيك أكمل من هذه. نعم. إذا قسنا الصلاة في مسجد رسول الله إلى الصلاة في المسجد الحرام. نعم. تلك صلاة أكمل ماذا؟ هذا بحسب الظاهر. نعم. تلك الصلاة أكمل ماذا؟ أكمل من هذه الصلاة. إذن وكمال